بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم جميعا ونستكمل مع بعض دراسة المكونات الصلبة للحاسب الآلي. احنا خلصنا انتهينا من المكونات الصلبة الداخلية، دلوقتي هنتكلم عن المكونات الصلبة الخارجية، يعني لوحة المفاتيح، نتكلم عن الماوس، عن الشاشة، عن الطابعة، عن المسح الضوئي، البلوتوث. تعال نشوف مع بعض اول واشهر المكونات الخارجية اللي هي الكيبورد، لوحة المفاتيح. دي الاداة الاساسية لادخال البيانات لجهاز الحاسب، وذلك عن طريق مجموعة من المفاتيح زراير بتأخذ قيم لأحرف او ارقام او رموز، وبتتوصل لوحة المفاتيح بالكمبيوتر عادة من خلال وصلة USB عادة. والاتي بعض، يعني عادة، يعني في بنشوف على اللابتوب تبقى لوحة المفاتيح ضمن الجهاز نفسه مش متوصلة USB، لكن الحاسبات الشخصية اللي في البيت بتتوصل USB عادة. يعني الوظيفة بتاعة الزراير بيجي فيها سؤال، فيجي يقول لك مثلا اشرح وظيفة المفاتيح الاتية، كنترول زائد ايه، كنترول زائد ايه. لما بدوس على الاثنين دول مع بعض بختار كل محتويات الملف، سيلكت اول، كنترول زائد سي ده اللزق، ده النسخ، كنترول زائد في ده اللصق، كنترول زائد اف ده البحث، في كنترول زائد ان ده عشان تفتح ملف جديد. فانا لما بجيب لك المفتاح واقول لك اكتب لي الوظيفة بتاعته، فانت بتروح تكتب لي ادي المفتاح كنترول زائد بي مثلا ده للطباعة، كنترول زائد اكس ده للقص، وهكذا. كنترول زائد اند عشان اوصل لاخر صفحة في الملف بدوس كنترول زائد اند، عشان ارجع من اخر صفحة لاول صفحة تاني بدوس كنترول زائد هوم، فبتحفظ الوظائف دي. طبعا الكتاب فيه عشرات الوظائف، ولكن انا اخترت منهم الكام وظيفة دول اللي هم اكثر استخداما وحطيتهم قدامك في الجدول دوت. فالكم وظيفة دول هنحفظهم، وياريت نبقى نحط قدامنا الحاسب ونجرب الحاجات دي على اي ملف مفتوح عندنا. المكون اللي بعد كده الماوس الفارة، هو المكون ده كان مكانه في الصفحة التانية بس جريت وجت هنا في الصفحة بتاعة لوحة المفاتيح كده. ايه هي الفارة؟ دي احد ادوات الادخال في الحاسب، ويتم استعمالها يدويا، وتحتوي على زر واحد في الحاسبات من نوع ابل ماكنتوش، وتحتوي على زرين في الحاسبات الشخصية البي سي، ولاحقا تم اضافة زر ثالث، ثم العديد من الازرار للعمليات المختلفة. والفارة بتعتبر اداة التأشير، ويمكن استخدامها في ادخال البيانات وفتح واغلاق وتشغيل البرامج المختلفة، كما تستخدم في الرسم ونقل النوافذ من مكان لاخر. وهناك ثلاث حركات للفارة باستخدام الزر الايسر، لو دست نقرة واحدة بسرعة بالزر الايسر ثم تركت الزر ده بيقفل النافذة، او اختيار اخر بيختار حاجة من قائمة معينة. لو دست نقرتين بسرعة بالزر الايسر تستخدم في فتح او تشغيل برنامج. في وظيفة كمان للفارة عن طريق الضغط والسحب بواسطة الزر الايسر للرسم ونقل النوافذ والملفات والغائها، دي تعتبر وسيلة الادخال التانية. في عندنا وسائل ادخال تانية زي لوحة اللمس اللي هي التاتش، دي بتستخدم يعني بعض المستخدمين بيفضلوها عن الفارة، ودي لوحة صغيرة على شكل مربع يقوم المستخدم بتحريك اصابعه عليها بحركة معينة، فيتم ترجمة الحركة دي الى مؤشر يتحرك على الشاشة. في شاشة اللمس دي اللي بنشوفها في الموبايلات اللي في ايدنا، عندما يلمس المستخدم الشاشة يشعر الجهاز بالاصبع ويقوم بتنفيذ الاختيار المطلوب. في عصا التحكم اللي هي بتستخدم في البلاي ستيشن، دي من اكتر الوحدات المستخدمة في التحكم في الالعاب. HP كده. الطابعات بتاعة الليزر دي ايه خصائصها؟
هي بتختلف عن غيرها في انها بتطبع الصفحة كاملة وليس سطر سطر كما في الانواع السابقة. عشان كده انا بقول لك ركز في طبعة الليزر، وعشان كده انها بتطبع الصفحة كاملة بتبقى محتاجة ذاكرة داخلية جوه الطبعة نفسها. خصائص طبيعة الليزر، الخصائص بتاعتها المستخدمين بيفضلوها ليه عن بقية الطابعات؟ للأسباب الآتية: إن هي سريعة، لأن شعاع الليزر بيتحرك بسرعة كبيرة فبيرسم بيانات الصفحة على الدرام. كمان أقل تكلفة، لأن الحبر اللي بيستخدم فيها أرخص وبيخدم لفترة أطول. كمان بتقدر تشتغل مع نظام الشبكات بحيث يمكن استخدامها بواسطة أكتر من مستخدم في نفس الوقت. لما بنشوفها دلوقتي في المصالح الحكومية زي المرور وغيرها، بيبقى الموظف قاعد على مكتبه وبيطبع والطبعة موجودة عند مكتب زميله. انخفاض ثمنها ودقة الطباعة التي تصل إلى درجة تضاهي صور الكاميرا. ممكن يجي لك سؤال في الحتة دي، يقول لك ليه طابعة الليزر بتفضل عن غيرها؟ فلازم تبقى عارف الفوائد والخصائص والمزايا بتاعتها. في بعد كده عندنا الماسح الضوئي، ده بيستخدم اللي هو السكانر، بيستخدم لإدخال الصور والرسومات إلى الكمبيوتر، بيدخلها جوه الجهاز نفسه، بيحولها من طبيعتها الرسومية إلى صورة رقمية ديجيتال حتى تلائم طبيعة الكمبيوتر، وحتى يسهل استدعائها وقت الحاجة إليها. معاك ملف، معاك مستند، بتحطه على الايه، على السكانر، وبياخد منه صورة ويدخلها للايه، للحاسب جوه، علشان تبدأ تعرضها او تعمل عليها تعديلات. في كارت البلوتوث، ده بيستخدم لبناء شبكات شخصية لا يتجاوز مدى الاتصال بداخلها 10 متر مربع. والهدف من تكنولوجيا البلوتوث ربط الأجهزة المحمولة السمعية والكاميرات الرقمية ببعضها البعض، بحيث تتمكن من تبادل البيانات ونقل الملفات بينها وبين شبكات الإنترنت اللاسلكية. البلوتوث ده يعني من ضمن الحاجات اللي ربنا أكرم بيها الإنسان، يعني في حدود 10 متر تقدر بالموبايل اللي معاك تاخد ملفات وتنقل ملفات مع ناس جوه الحيز اللي انت قاعد فيه، تقدر وانت في عربيتك تتعامل مع الكاسيت، تعامل الموبايل مع الكاسيت عن طريق كارت البلوتوث. ليه؟ ما توفرت على الانسان كتير. في بعد كده اخر مكون عندنا اللي هو الشاشات. الشاشات هي الوسيلة التي تمكن الانسان من الاستفادة من التكنولوجيا. تختلف احجام الشاشات، ممكن تكون صغيرة زي شاشة الساعات او شاشة التليفون المحمول، وممكن تكون كبيرة زي شاشات اجهزة الكمبيوتر او التلفزيون. وحجم الشاشة بيتقاس عن طريق قطرها، يعني لما تروح تجيب موبايل يقول لك ده 5.5 بوصة، 7 بوصة، ايه الموضوع ده؟ بيقيسوا القطر اللي هو من اعلى اليمين لاسفل اليسار، ده يقاس بالايه، بالبعد من اعلى يسار الشاشة واسفل يمين الشاشة، والقدر ده بيتقاس بالبوصة. ودقة عرض الصورة على الشاشة بيتقاس بعدد النقط المضيئة الكلية بالشاشة، وكل ما النقط المضيئة عددها زاد كل ما كانت الصورة المعروضة اوضح واكثر دقة. فلما تيجي تقول ان دقة الشاشة 600 في 800، ده معناه ان حاصل الضرب بيعطي عدد النقط المضيئة الكلية بالشاشة. السؤال بيجي في الشاشات، بيجي السؤال فيها كتير، يجي سؤال مثلا يقول لك ازاي بتقاس حجم الشاشة، يسألك سؤال يقول لك ازاي بتتحدد دقة الصورة، دقة عرضها. هنشوف دلوقتي مجموعة اللي هي بتيجي على المكونات الصلبة، اسئلة مباشرة، بيقول لي اكتب ما تعرفه عن مكونات وحدة المعالجة المركزية اللي هي الادخال والايه والتشغيل والاخراج، اللوحة الأم المذر بورد، اتكلم عن الذاكرة الميموري وأقسامها، وضح الفرق بين ذاكرة الوصول العشوائي اللي هو الرام وذاكرة القراية الثابتة اللي هي الروم، ايه هي أهم العوامل اللي بتأثر على الأقراص الصلبة، ازاي بتتعمل، في تهيئة بيعملها المصنع اللي هي الفيزيائية وبعدين التهيئة التانية. سؤال مهم اللي أنا كنت
قلت عليه في وقته، اسباب تقسيم القرص، ايه المقصود بالمنافذ، ايه اللي تعرفه عن السي دي، ايه اللي تعرفه عن وحدة التغذية. الاسئلة دي جمعت كل ما تم دراسته من اجزاء صلبة، سواء في المحاضرة التانية او في المحاضرة التالتة اللي احنا فيها دلوقتي، وبتديك صورة مصغرة لشكل الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان. ضروري جدا نمسك سؤال سؤال من دول ونعمل له إجابة كده على جنب، مش شرط تحفظ الكلام نصا، لا عبر بأسلوبك، بس المهم بعد ما تقرأ من الورق الأصلي تقفل الورق الأصلي وتبدأ تكتب بنفسك من غير ما تروح تنقل من هنا لهنا، لأن النقل من هنا لهنا بيفقد بعض المعلومات، مبيخليش الذاكرة تنشط. انت تاخد بعضك وتروح ماسك ورقة خارجية وتكتب فيها بناء على اللي قريته. بكده يبقى وصلت.